حادثة كانت حزينة وأنا أبغى أخذكم وياي في هذه التجربة. في آخر سنة لي في المرحلة الجامعية سمعت عن حادثة إخفاق أكاديمي ملفتة إلى النظر، ألفتت نظر جميع طلاب الجامعة. ملخص هذه التجربة، كانت تكرر إخفاق أدى إلى فصل الطالب، وكثير من الناس تمر بهذه التجربة. طلب إعادة قيد، لجنة أعطت إعادة قيد، وهذه عادة هي الفرصة الأخيرة اللي تعطى إلى الطالب، يعني يا النصر يا الشهادة. بدأ الطالب في شعبان بداية الفصل الدراسي الثاني، وأخذ قرارات تحت ضغط نفسي شديد جدا. أنا راح أعطي الجامعة كل إمكانياتي وكل وقتي، ما عندي مجال. في الإجازة ما راح أقوم بزيارة أهلي، راح أبقى في الجامعة وحيد. بعد إجازة عيد الفطر اللي هو بقف بوحده في الجامعة، بدأت الامتحانات الأولى، نسميها ميجر وان في الجامعة. وش نتوقع النتيجة؟ الإخفاق تكرر. لا زال بعده متشبث بنفس الأمل، أنا ممكن أني أرجع، لكن لازم أني أنا أبقى في الجامعة ولا أروح برا الجامعة. في إجازة عيد الأضحى ظل موجود في نفس الجامعة، يذكر، مهتم، لكن ضغط النفسي إلى دورة. جميل امتحان الثاني ميجر تو، وللأسف تكرر بعد إخفاق. بدأ الطالب الآن في دائرة سوداوية. أنا الآن بعد 3 سنوات راح أرجع، راح أقول إلى أهلي أنا ما أستطيع أكون مهندس، وأشوف زملائي صاروا مهندسين. كيف أنا أعترف بهذا الفشل؟ بدأ يفكر، منعزل بوحده، وبدأ بانعزال. للأسف تحول من حالة إحباط مو إلى اكتئاب، لا، هو حاول ينتحر فعلا، لكن لحسن حظه جاء الأمن، فتح الغرفة وأنقذ حياته، عرضوه على معالج نفسي. بعدها كان هذا إنذار، قبل لا يكون إنذار لأي أحد، إنذار إلي أنا، لأن بعد فترة وجيزة أنا أصبحت أستاذ جامعي. حبيت أني أبدأ في فكرة الاهتمام بالتحول السلس من التعليم العام إلى التعليم الجامعي. فيه بعض السمات وبعض الحالات تمر لازم الواحد ينتبه إليها بدري ويطلعها من دائرة الإخفاق الأكاديمي إلى دائرة الإنجاز الأكاديمي. بس هذا عمل مو عمل فرد، لازم هذا يكون عمل مؤسسي. بدأت أفكر وأتكلم بصوت عالي، كثير من زملائي بعضهم مسؤول عميد في الجامعة، أقول إحنا نحتاج إلى مركز يشخص هذه الحالات، ليش ننتظر تكرار الحالات؟ الحمد لله أنشئ مركز في ذاك الوقت، إذا ما أنا غلطان كان يسمى مركز التقويم الأكاديمي، وبدأ بنشاطه. في هذه اللحظة أنا عرض علي عرض آخر والتحقت بمؤسسة تعليمية أخرى. في هذه المؤسسة التعليمية الأخرى بعد فترة وجيزة جداً رشحت أكون في لجنة تعنى بالتعثر الأكاديمي، وكانت هذه بالنسبة لي فرصة أتعرف
بشكل قريب جدا كيف يتعثر الطالب، وإيش الحلول، كيف أبادر إلى وضع تصور وحلول. وأهم حاجة ولازلت مؤمن بهذه، أنك تستمع إلى الشخص اللي قاعد يتعثر، لأن كل واحد يختلف عن الثاني. في هذه الفترة كنت أدرس طبعاً، وتدريسي في جزء منه في السنة التحضيرية لأني أنا تخصصي رياضيات. كان عندي طالب متميز وجايب ممتاز في الصيف، وإحنا لازلنا نشتغل في اللجنة. في الصيف اللي دخل علي طالب طرق الباب يقول لي دكتور أنت اللي توقع أخلاق الطرف، قلت لي بس أنا أول أسمع وتالي أوقع، إذا اقتنعت بعدين أوقع، إذا ما اقتنع أشقق أخلاق الطرف. أول ما طلعت في وجهه قلت له زكريا أنت جايب ممتاز في ماثتو قليل ينعد على الأصابع، فأنت قبل لا أسمع لك بشقق أخلاق الطرف، شققته فعلا وقطيته في الزبالة. قلت له أنا عندي مستعد إني أسمع لك بدل الساعة أيام. استمريت أسمع إليه أيام فعلا، عرفت إن هذا الطالب ما عنده أي مشكلة أكاديمية، بس في حاجة، عنده مشكلة أسرية مأثر على أدائه الأكاديمي، ولأنها ثقافة. بديت أمهد إلى موضوع، قلت له زكريا في الغرب مو عيب الإنسان يقول أنا عندي مشكلة، وله عيب إنه يروح إلى شخص مختص يساعده يدير أزمة. وقلت إلى بعد في مادة درستها في الجامعة اللي درسني إياها يقول سوبرفايزرز هم اللي يجوا إليه حتى يدير أزمته في العمل والعائلة. قلت له إحنا بنحتاج إلى واحد متخصص في علم النفس التربوي، خليني أنا بروح بعرف نفسي كمحاضر، أنت مالك شغل في الموضوع. فعلا دخلت على الدكتور، كيف حالك دكتور؟ أنا محاضر، عندي شخص أباك تسمع إليه. الحمد لله تم معالجة الموضوع، تابعته أنا أكاديميا، هو تابعه في إدارة، أنا أسميها إدارة أزمة. تحول هذا الطالب من شخص رافع راية الاستسلام إلى متخرج بمرتبة الشرف. أنا هنا مو جاي أقول قصة، أنا جاي هنا أبغى أقول لازم نزرع ثقافة التميز الأكاديمي. ثقافة التميز الأكاديمي تحتاج إلى الاهتمام بشريحة الشباب، وهم أهم شريحة في أي مجتمع حي. كل شاب تستطيع تسمع إليه تحوله من مشروع فشل إلى مشروع تميز علمي. نحتاج إلى مركز يعنى بهذا الأمر، يعنى نسميه مركز التميز الأكاديمي. طيب وين يكون هذا؟ البعض يمكن يقول هذا دور الجامعات. نعم، كل مؤسسة تعليمية لازم يكون فيها مركز للتميز الأكاديمي، يعزز ثقافة التميز الأكاديمي ويشخص حالات التعثر ويحولها من حالة فشل إلى حالة نجاح. لكن مو بس هذا، في كل مدينة في مكتبة عامة، في المكتبة العامة ممكن أن نسوي مركز للتميز الأكاديمي. مجتمعنا مليان بالطاقات والكفاءات، ليش ما يكون في المكتبة العامة مركز نجمع فيه المتخصصين من عدة جهات، متخصص في علم النفس التربوي،
متخصص في علم الاجتماع، متخصص في علم الرياضيات، الأكاديميين بشتى أنواعهم. طيب وش يعني هذا المركز؟ يعني ساعات محددة يقدم فيها استشارات أكاديمية، يعني يستمع، يعني يعطي دورات تدريبية في إدارة الوقت للطالب الجامعي، يعني يعطي دورات في مصادر التعلم، يعني يعطي دورات كيف أنا أسوي من أصدقائي حلقة وأسوي تعليم نشط. كثير أفكار، ما راح أطيل عليكم كثير، بس مثل ما شاركتكم أنا حصة قصة الحزن، أنا بعد أبغاكم تشاركوني قصة تحويل الطالب إلى طالب ناجح. من وين نبدأ؟ من كل مراحل التعليم. لازم نزرع من البيت ثقافة التميز الأكاديمي. إحنا الآن قاعدين نزرع إن نبغى الطالب يجيب درجة عالية. لا، مو هذه الزراعة. الزراعة اللي أتكلم عنها أنا هو حب المعرفة، حب التحصيل، غير حب التحصيل. فيه ثقافة لازم تزرع. إذا وجدت المشكلة لابد أن أعترف بوجود المشكلة. إذا اعترفت بوجود المشكلة وجاي يتكلم عنها، لا تواجهها بسلبية، واجهها بمحبة. قل لك كلنا نتعثر، ودائما أقولها لطلابي وأبغاكم تقولوها إلى أبنائكم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلنا طاقة إلى التميز، ما احنا خامة إلى الفشل. في النهاية، وهذه خارج النص، كانت شكر أنا أقدمه إلى اثنين. بعد آخر بروفة رسالة صوتية تقول لي إلى طالب: شكراً دكتور، أنا تحولت من كلية المجتمع في الدمام إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. أنا راح أقول له: مهدي، شكراً لك، أنت أهديتني أغلى هدية في حياتي. لما استمعت لك قبل شهرين تقول: دكتور، أنا متصل لك، أنا متوتر لأن بعد 5 دقائق يبدأ الامتحان وخايف أفشل. وقلت إلى في ذيك اللحظة: إذا فشلت فهو مو فشلك أنت، هو فشلي أنا كأستاذ مادة الرياضيات. أنت قطعاً مهدي راح تنجح، وأنا أقول إلى مهدي: أنت سوف تتخرج بمرتبة الشرف. الرسالة الثانية كانت من خميس، بداية الفصل الدراسي الأول، تفاجأت فيه. قل لي: ليش أنت هنا؟ قال: المرشد الأكاديمي يقول لازم أنا أخذ المادة. أخذت سجل الأكاديمي حقه ورحت إلى مستشار مدير الكلية وأقنعته أن المرشد الأكاديمي كان خطأ ويفتقد إلى أنه يستمع إلى الطالب. شالوا المادة وحطوا عليه مادة ثانية. خميس جاني، في يوم الخميس يقول لي: شكراً، أنا تحولت من إندار إلى جود ستاندينج، يعني منجز أكاديمياً. الكلمة الأخيرة: خلينا كلنا نخلي أمل التميز الأكاديمي واقع،
ونتجه إلى أهم مكان وهو المكتبة العامة لإنشائه. وشكراً لكم.